صباح محمود العمل. بص اتفرج ازاي حوده. ايه الحمد لله يا رب. على ازاز ايه ورمينه في المقابر يا ولدي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل يا ولد. نعم الوكيل. طب نعمله فيه ايه ده بقى؟ دي حرام جدا وفيها يعني شرك وكفر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اتى منكم دجالا او عرافا فقد كفر بما انزل على محمد. استنى بس، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل يا ولد. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم يا رب. لا حول ولا قوه الا بالله. ده عمل ده يا جماعه، حد عامله ورميه في المقابر. يا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. طب نعمله فيه ايه ده بقى؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. على ازاز ايه؟ على ازاز. على ازاز ايه؟ ورمينه في المقابر ولاد الكلب. ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طب نعمله ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طب نعمله ايه ده؟ معنا نقروا عليه ان شاء الله، نقروا عليه الفتحة مثلا وكلها والمعوذات وحنحرقوه. طف الاول كده ثلاث تفات كده. استغفر الله، امسك كده حي. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الله اكبر. الله الصمد الجليل الذي لم يلد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. الله الصمد الجليل الذي لم يلد ولم يكن له كفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والنار. لايك وما تشتركش على لايك عشان ما تبوظليش الفيديو. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 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 بسم خد منديل اهو. خد ولع حبيبي اهو. ها هو ولع ولع حد ولع. المقابر ولا الكلب يا عشان ايه يقعد يعني يقطع في جسمه ما انت منهم. يا الله ما انت منهم. عرفت الله ابو يحيى ايه ها؟ ايه عرفت ان عمل ها؟ ايه سبحان الله يا رب. هاتني كده مايكل، هاتني كده. طبعا يا جماعه انا مش فاهم في الكلام ده يعني. بس اللي انا ربنا قدرني عليه ان انا ايه قريت يعني قريت الفاتحه وقريت المعوذات ونفخت فيه ثلاث مرات ورحت مولع فيه اهو ان شاء الله. هو بص 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 بدا يتفرط ازاي. اي سبحان الله. ايوه بدا يتفرط اهو. الله يبارك لك يا ابو يحيى. يا رب. ها
مش يا محمود العمل. بص اتفرج ازاي حوده، لا الله يبارك لك يا ضيحي والله. بص يا جماعة، الحاجات دي حرام جدا وفيها يعني شرك وكفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أتى منكم دجالا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد. فاللي بيعمل الحاجات ديت خارج عن ملة الإسلام. ربنا الحاجات ديت يتقبلنا. حرام يا جماعة، حرام بعيد عن حرام، ربنا، الناس بعدت عن ربنا. هتودي اللي بيعملها ب60 داهية. يعني انت ما تفكرش ان انت عايز تعذب حد ولا بتاعه، لما تروح لحد ويقعد يتمتم وممكن يقول لك كلمة من الدين ولا بتاع، تفكر ان هو لا، اللي بيقبل ان هو يعمل لك حاجة مؤذية ده يا اما دجال يا اما عراف، موج ربنا واللي يزيه. بيأتي دجال او عراف كفر بما انزل على محمد. ربنا الصلاة يهدينا والسلام جميعا يا رب يا رب. ويحفظنا، اللهم امين يا رب. الله يبارك لك يا ويحي ويبقى والله. انت عرفت العمل ده ازاي؟ مش عارف والله. انا لقيته في الطريق يا حاج، ما هو باين في الطريق ومستخبي في المقابر. ما احنا في المقابر يا جماعه اهوت. بص يا جماعه الله يحفظنا، احنا في المقابر اصلا. ربنا يجزيه، يا ربنا رب يجزي الله، يا رب يا رب. بإذن الله.